مجموعة الباحثين السودانيين. تحية وسلام، رمضان كريم عليكم، تفطر على خير إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء والغلاء عن الأمة، عن السودانيين جميعا. طيب إحنا حنواصل ما انقطع عن حديث فيما يتعلق بريسك مانجمنت. كان آخر حاجة وقفنا في perform quantitative risk analysis أو ما يتعلق بالتحليلات الكمية للريسك، وتكلمنا عنها بسيط لأنه كان في آخر المحاضرة وفتحنا باب النقاش. فيما يتعلق بال perform quantitative risk analysis، أنا بس عايز تأكيد إنه الصوت عند الناس واضح عشان نقدر نواصل. ففي الـ Perform Quantitative Risk Analysis اتكلمنا إنه بنعمل تحليلات كمية، يعني بعد ما عملنا Identification، طبعا من الأول عشان نراجع معاكم عملنا بلان، بعد البلان بدأنا نقوم نعمل Determination للـ Risks، يعني أساميها شنو وهي شنو، تفاصيل بسيطة عنها، وعملنا حاجة اسمها Risk Register الدوكيومنت ده، تمام. بعد ذاك قمنا مشينا لمرحلة تانية، الريسك اللي عملناه في الدوكيومنت اللي اسمه ريسك ريجستر ده عايزين نقوم نرتبهم بالأولوية، لكن الترتيب بالأولوية في المرحلة دي كان اسمه كواليتيتيف أو يعني تصنيف نوعي للريسك دي. وفي ذات اللحظة قمنا بعد صنفناهم وعملنا عليهم عمليات تحليلية بسيطة كمية وفق البروبابيليتي أو الإمباكت وما يسمى بالاحتمالية والأثر، كان ترتيب مبدئي. الترتيب ده ممكن منه مباشرة نبدأ في عملية التخطيط للرد على هذه المخاطر، أو هنعمل شنو عشان نقدر نحل المخاطر دي طالما إنها بتأثر لنا على الأوبجكتيفز حق المشروع، تمام. دي اسمها الكواليتاتيف ريسك أناليسيس. قمنا بعد ذاك قلنا لا، نقوم نستخدم تقنيات أكثر تقدما، عندها كمبيوتر سوفت ويرز، عندها تحليلات رياضية، وحنجي نشوف انه لما نخش في موضوع الكوانتيتيف ريسك اناليسيس هنستخدم كميه بتاعت رياضيات وكميه بتاعت متجهات وكميه بتاعت موديوليشنز وسيموليشنز عشان نحن نقدر نتخيل ونتوقع هيحصل شنو بالنسبه للريسك دي اذا ظهرت عندي في المشروع. طبعا دي تقنيات عايزه شنو؟ عايزه خبره، يعني ما اي زول هيعرف يستخدم التكنولوجيا دي، فلازم تتعرض لتدريب وتشتغل مشاريع كثيره وكده، زيها زي السوفت وير بتاعت الماتلاب وال3 دي ماكس والريفت، الناس اللي بيشتغلوا رندرة والحاجات دي. فانت وحتى الاوتوكاد والحاجات دي، اذا انت ما اشتغلت عليها كتير فما هتعرف تصنيف، ما هتشتغل، او حتى شغلك هيكون بطيء. فبنفس المستوى السوفت ويرز دي عايزه نفس المجهود، عايزه نفس المجهود، وما بيشتغلها اي زول يعني، بالعكس يعني حتى اللي بيشتغلوها ديل بيكون عندهم يعني بياخدوا ارقام يعني. عشان كده بقول لك ان الكوانتيتيف ريسك اناليسيس دي ما اي زول بيشتغلها، لكن نحن هنا في المرحله بتاعت الكورس ومرحله السيرتيفيكت اللي عايزين ناخدها دي هتفهم هي شنو الطرق اللي بيستخدموها دي جايه من وين، يعني هتاخد مبادئ هذه الطرق، يعني هتحس ان المحاضره دي اقرب الى انها برنسبلز اوف كمبيوتر مثلا، يعني شغل بتاع انك كيف تقدر تفهم السوفت وير شغال كيف او بيعمل شنو. ليه؟ لانه السوفت ويرز دي في الاساس هي طرق رياضيه، طرق رياضيه عاديه، شغل بتاع probability، احتمالات، رياضيه حق الاحتمالات، وفي statistic احصاء، المصطلحات كلها هتلقوها مصطلحات احصائيه، يعني دول القاري احصاء والقاري سوفت وير قاري اي تي هيفهم الكلام ده بسرعه، والزول اللي حتى قاري مانجمنت وما قاري وقاري يعني قاري علوم ما عندها علاقه بالسوفت وير او علاقتها بها ضعيفه، على الرغم من انه حاليا اي علم مرتبط بالاي تي فهيفهم برضه الحاجه مصدرها جاي من وين. اوكي، ده فيما يتعلق بالكوانتيتيف ريسك اناليسيس. بعد ذاك هنيجي نخش في الريسبونسز، البلان ريسك ريسبونس، يعني بعد ما فهمنا حجم الريسك المتعرض له ونحن بصوره كويسه هنقوم بعد ذاك نخش في مرحله شنو؟ مرحله ان احنا هنعمل شنو تجاه الريسك ده. طيب بعد ما عملنا ريسك، عملنا الريسبونس الخطه حقت الرد على هذه المخاطر اذا كانت ايجابيه او سلبيه، هنقوم نخش في مرحله كنا نراقب هذا الاداء بتاع الريسك ريسبونس، نراقبه على طول المشروع من اوله لاخره، وزي ما اتكلمنا انه هي عمليه شنو؟ عمليه بتاعت اتريشن. طيب نشكر الناس الحاضرين كلهم ونبدا.
اتكلمنا عن انه هي عمليات رياضيه نيوميريكلي. فانت اول ما تلقى كلمه نيوميريك دي خلاص معناه انت شغال شنو؟ شغال في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. يعني بعدين لما يجي في الامتحان يسال يقول لك يا اخي انت شغال في بروسيس، اول ما تلقى كلمه نيوميريك معناها خلاص انت شغال في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. حتقوم تفكر طوالي في التولز والتكنيكس اللي عندها علاقه بشنو؟ عندها علاقه بالكوانتيتيف ريسك اناليسيس. بعدين بتخاطب لك الاوفر اول بروجكت اوبجكتيفز، برضه دي من الـ من الـ من الكيوردز المهمه، انه الكوانتيتيف بيتعامل مع شنو؟ مع الاوفر اول بروجكت اوبجكتيفز. برضه بقول لك انه الكي بنفيتس او الفائده الاساسيه من الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ده انها شنو؟ انها بتشتغل تو سبورت شنو؟ الديسيجن ميكنج. يعني انا لما تجيني ريسك واحسبها حساب نيوميريكلي بكون متاكد تماما انه بناء على الاحتمالات والاحصاءات الدانيه لها زول من خلال السوفت وير هعرف اتخذ القرار الصحيح. وبتعمل ريديوس تقليل للانسرتينيتي اللي هي دي عدونا المباشر. نحن قلنا ريسك معناه في انسرتينيتي، انا ما متاكد هيحصل شنو، لكن بناء على الموديلنج والتكنيكس اللي هنعملها ونتعلمها هسه في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس هنقدر نفهم شنو؟ هنقدر نفهم هنقلل كيف الانسرتينيتي الموجوده في المشروع. برضه من الحاجات اللي بنلقاها او الاوبجكتيفز من البرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس انها بتساعد لي في انه تزيد من عمليه النجاح. يعني حيكون انك حتقدر تصل لاهدافك بصوره علميه اكثر لانك انت حاسب مستوى الريسك رياضيا، تمام، وبتوريك كميه القروش المفروض تجنبها. يعني انا عشان اتعامل مع ريسك معين في ريسبونسز معينه، الريسبونسز دي يا اما عندها علاقه بالكوست كقروش، يا عندها علاقه بالتايم كزمن. يعني في الشدول هقوم ازيد مستوى الزمن المخصص لاكتيفيتي معين فيه مشكله بتاعت مخاطره من خلال شنو؟ من خلال كونتينجنسي ريزيرف، هنحسبه نيوميريكلي من خلال معادلات من خلال كيرفات وهكذا، تمام. ولازم تعرف انه الحاجه دي ما مانديتوري، يعني عمليه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس بناء على الستيك هولدر ريكويرمنت، بناء على 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 احتياجات المشروع. يعني المشروع لو صغير ما بتحتاج تعمل الكلام ده لانه حيكون مكلف بالنسبه لك وما منه فايده. اوكي طيب نقوم نمشي لقدام شويه. هنا قال لك انه لما انت تشتغل كوانتيتيف ريسك اناليسيس يمكنك ان تتوقع التالي. يعني انت هتقدر تتوقع الحاجات دي اللي هي شنو؟ انك ممكن تعرف احتماليه انك تتحصل او تصل للاوبجكتيف بتاعك ده. يعني مثلا انا عندي مشروع المفروض يخلص شهري مثلا شهري 7، من خلال الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ممكن انا اشوف بنسبه كم انا هخلص شهري 7، بنسبه 25، بنسبه 60، بنسبه 30، بنسبه 40، بديك لها كرقم. ممكن تعرف الكمية القروش المفروض اخصصها عشان اصل للهدف ده. يعني مثلا اذا انا عايز اخلص اصلا خطه معموله شهري 7، انا عايز اخلص شهري 5، طيب بيقوم بيديك لمحه عن كميه القروش اللي انت حتصرفها وكميه الريسورس اللي انت حتجيبها عشان تصل للهدف اللي هو بيجي شهري 5 من شهري 7. فهمت علي؟ برضو بيقوم بيديك بيديك السيميوليشن، يعني بيديك رسم توضيحي للمساله. بيقوم برضو بيديك شنو؟ انه الريسك اللي هي بيتعمل لك اكبر ضرر في المشروع، ياتوا واحده فيهم برتبوا لك عديل. في حاجه اسمها التورنيدو دايجرام، هنشوفه بس. تورنيدو دايجرام، تورنيدو اللي هو الاعصار ده. فالتورنيدو دايجرام ده بيقوم بيوريك ياتوا ريسك بتقوم بتديك اكبر ضرر للمشروع، او يا تو اوبورتيونيتي بتديك اكبر فائده للمشروع عشان تشتغل عليها. عشان من خلال الحاجه دي انت بتقوم بتتخذ قرار معين فيما يتعلق بالقروش، فيما يتعلق بالزمن، فيما يتعلق بالكواليتي، فيما يتعلق بالريسك. اوكي فالتكنيكس دي من الباور بتاعتها انها ممكن تحدد لك يا تو ريسك بيتسبب لك في اكبر ضرر على الاوفر اول اوبجكتيفز. برضه بوريك يا تو ريسك برضه، يعني المستوى بتاع الريسك الموجود في المشروع اوفر اول، هل هو فوق الثريش هولد الحد اللي ممكن انا اتقبله ولا اقل من الثريش هولد؟ لو اكثر من الثريش هولد هقوم اشوف انا كيف انزله، لو اقل من الثريش هولد هقوم احاول اضغطه زياده او اخليه ثابت في الحته دي. طبعا احنا عندنا حد معين فوق اللي ممكن نشتغل، اقل منه ما حنقدر نشتغل. فدي من الباورز حقت شنو؟ حقت الكوانتيتيف ريسك اناليسيس.
قام الكتاب بتاع البيم بتاع البراكتس ستاندرد، لانه عارف انه في في مستوى معين من الخلط بين الكوانتيتيف ريسك اناليسيس والكواليتيف ريسك اناليسيس، هو نفسه قام عمل لك مقارنه بين الاثنين وحط لك في دول الكتاب ده. الجدول ده قاعد في شنو؟ قاعد في الكتاب. فبقوم بيقول لك شنو؟ بيقول لك يا اخي يا سيد القاضي او يا صديقي، انه مثلا الكواليتيف ريسك اناليسيس بتعمل تحديد لمنه، تحديد وصف لمنه للانديفيديوال ريسك، الانديفيديوال ريسك يعني اي ريسك براها كده بيقوم بخاطبها لك، بيفهمها لك، بيشرحها لك اي ريسك براها واحده واحده بيمسكهم. ده الكواليتيف ريسك اناليسيس، ده التحليل النوعي. في حين انه الكوانتيتيف بيتخاطب مع كل الريسكات دي مع بعض، بيدخلهم كلهم مع بعض وبيعمل عليهم عمليات رياضيه. فهمت علي؟ ده الفرق الاساسي بيناتهم. بيقول لك برضو بيشوف لك البروبابيلتي اوف اكيرنس دي والامباكت، بيشوف الاحتماليه حقت انه يظهر الريسك ده والاثر بتاع منو، بتاع الانديفيديوال ريسك دي ذاته. اوكي، وبطريقه منفصله يعني واحده واحده، ما بيمسكهم كلهم مع بعض، ما بيوط الشغل. اللي بيوط الشغل ده الكوانتيتيف ده، هنا بس بيمسكوا لك واحده ورا الثانيه. جميل. يعمل لك بريوريتايزيشن، يعني بيعمل لك ترتيب ليهم. الكوانتيتيف ده بيشتغل شغل بتاع شنو؟ جمعي، بيلمهم كلهم بيشوف اثرهم شنو، ومن خلال العمليات الرياضيه ممكن يديك معلومه يقول لك يا اخي اكبر خطر عليك هو 1 2 3 4 من خلال الريو دايجرام. لكن ده ما شغله، هو شغله الاساسي انه يساعدك انك تتخذ قرار. يعني انت لما تعرف من خلال الكوانتيتيف ريسك اناليسيس انه مثلا عمليه الشراء الوقود مثلا بتمثل لك اكبر مخاطره، انت هتقوم تغير في السكوب بتاع الشغل بتاعك، انك تشوف لك طاقات بديله، تشوف لك حاجه ثانيه تشتغل عليها. جميل. لكن هنا الكوانتيتيف بيخاطب لك واحده واحده، بيضيف لك للريسك ريجستر معلومه ترتيبيه يعني. والحاجه دي لازم تحصل قبل الكوانتيتيف، يعني الترتيب بتاع انه اول حاجه بعمل تحليل نوعي حتى بعد ذاك بعمل تحليل كمي، لازم يحصل الكلام ده. فما ممكن تعمل تحليل كمي من غير ما تعمل تحليل نوعي. اوكي. في الجهه الثانيه بتقول انه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس بيحسب لك شنو؟ بيديك احتماليه او بيتوقع لك احتماليه شنو؟ انك تصل لهدف معين بناء على شنو؟ بناء على كومباين افكتس اوف ريسك، بناء على الـ على الـ على مجموعه الريسك مع بعض. كل الريسك اللي انا عملتها في الريسك ريجستر وسجلتها ورتبتها نوعيا، بيقوم الكوانتيتيف تديني لمحه عن انه هيخلص 200 المشروع ده وهعمل الاوتكم ده كيف وهكذا. بتستخدم حاجه اسمها البروبابيلتي ديستريبيوشن او التوزيع الاحتمالي. طبعا ده مصطلح بتاع احصاء ومصطلح بتاع احتمالات. التوزيع الاحصائي لشنو؟ للخواص بتاع شنو؟ بتاع الاثر. يعني انت بعدين في لما تيجي نشوف التفاصيل هتلقى انه في اكس اكسس واي اكسس او واي اكسس فوق واكس اكسس، وفي النص في ديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده مبني على شنو؟ مبني على انه هل الحاجه دي لو احنا في التكلفه اكس مثلا في الجهه الشمال النسبه حتكون كم؟ حنجي نشوف التفاصيل دي في الرسم البياني بعدين. بيستخدم لك المودلز او المحاكاه او النمذجه. يعني بيستخدم الجدوله الطالعه من برايمافيرا مثلا او جدول الطالعه من الام اس بروجكت، وبيستخدم لك الكوست استيميت التوزيع بتاع الفاينانشال، توزيع بتاع البادجت. يعني بيجيب الميزانيه دي كلها بيقوم بيحلل لك جوه البرنامج، وبيقوم بيشتغل الميزانيه ومعاها الجدول الزمني ومعاها الريسورسز، ويشتغل معاك الحدود حقت الكواليتي كلهم مع بعض كمتغيرات، بيحطهم في سوفت وير معين ويشتغل عليهم عشان يديك نتائج احصائيه معينه. وديبند يعني ممكن تعتمد على هذه النتائج اللي طالع عليك من السوفت وير ده. ماشي معي؟ برضو عندها ممكن تديك استيميشن اوف لايك لود اوف ميتنج تارجتس، وبتوريك الكونتينجنسي ريزيرف، نفس الكلام اللي قلناه في الاستاذ الفات. فدي مقارنه بسيطه بين شنو؟ بين الكواليتيف والكوانتيتيف. افتكر في واحد سال من الحاجه دي قبل كده. طيب اهم حاجه الكريتيكال سكسس فاكتور، او عشان تكون عمليه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس دي عمليه ناجحه، لازم نتاكد انه احنا اشتغلنا كوانتيتيف كواليتيف، اشتغلنا شنو؟ تحليل نوعي قبل ما نبدا التحليل الكمي. لازم يكون في شنو؟ في موديل جاهز. قبل كده في واحد سال في التعليقات انه
قال انه اذا الكوانتيتيف ده ما اشتغلناه في موديل مناسب الكوانتيتيف حيبقى شنو؟ حيبقى ريسك. عيد الكلام مره ثانيه، يعني اذا نحن ما اشتغلنا موديل بتاع جدول كويس، وما اشتغلنا موديل بتاع كوست معين كويس، وما اشتغلنا جدول بتاع سكوب كويس، يعني ما كان في بيس لاين كويس، العمليه بتاعت التحليل الكمي هيحصل فيها اخطاء، والنتائج هتطلع لك تطلع فيها اخطاء. ده ما سوفت وير انبوت اوتبوت، اديته معلومات نظيفه بيطلع لك شنو؟ طلع لك نتيجه نظيفه. عشان كده العمليه دي ما بيعملها اي زول، دايره ناس خبره في السوفت ويرز دي. عشان كده البرامافيرا ذاته لما الناس بتشتغل بيه، في ناس في كورس يكون بيجيننج، يعني تكون بيجينر في البرامافيرا، بعد ذاك بتخش بيتعمق بيتعمق بيتعمق. جميل. لازم تكون هاي كواليتي داتا، والهاي كواليتي داتا تكلمنا عنها امس، لانها شنو؟ لانها عندها علاقه بانه في بايز. البايز يعني التحيز، حيكون في لو البيانات دي انت تطلعها بتحيز معين، النتيجه حتكون برضه متحيزه بنفس الطريقه. فلازم تكون النتيجه علميه صرفه، ما يكون فيها تحيز لاي جانب من الجوانب. اوكي. طيب برضو قال لك انه تكلمنا على البايز. طبعا في نوعين في الكتاب، في نوعين من البايز بتكلم عنهم، وتكلم عن نوعين من التحيز. قال في تحيز اسمه موتيفيشنال بايز. الموتيفيشنال بايز ده بالعربي كده انك براك كزول بتقوم بتحاول تطلع نتيجه معينه، يعني بتميل الحقيقه دي على حسب هواك، بناء على 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 مصلحه شخصيه، بناء على 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 فهم معين وهكذا. يعني زي الناس اللي بيقوموا بيضربوا التندرات، يعني في ناس مقدمين لي تندر، التندر بتاعهم محترم جدا جدا، لكن يقوم يوقعوا العضاء على ود خالد الوزير مثلا كده، زي الكلام كان بيحصل زمان. يعني انت كيف ده هنا موتيفيشنال بايز. تمام. في حاجه اسمها الكوجنيتيف بايز، ده مبني على جادجمنتال، يعني جادجمنتال يعني انت تقديرك للمساله ما صحيح بناء على مرجعياتك وخلفياتك. يعني المساله تبقى ما فيها يعني غارقه في يسموها شنو، يعني مساله انت ادراكك ليها ما كويس. كوجنيتيف ده الادراك نفسه. فانت التحليل بتاعك مبني على شخص على على على, على مفاهيمك وقناعاتك الشخصيه. فالكوجنيتيف بايز ده برضه المفروض نعمل له اليمينيشن. كيف؟ بانك انت تجيب وجهه نظر ثانيه. يعني انت لما تيجي تتبنى وجهه نظر، ما تاخذ وجهه نظر بناء على شنو؟ على شخصيتك، او بناء على حاجات انت 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 متخيل انها صحيحه. عشان كده بجيبوا خبراء، بجيبوا ناس انهم يعني عندهم علاقه بالموضوع. عشان كده بنجيب الاكسبرت جادجمنت، او الناس المعلمين الشغل ده قبل كده. واضح معاك؟ ده النوعين من البايز الموجودات في الكتاب. طبعا ده دي عندها علاقه بعلم النفس، المعلومات حقت الكوجنيتيف بايز والموتيفيشن بايز. لو خشيتوا النت تلقوا المساله دي عندها علاقه بالاورجنايزيشن بيهيفير، دي ماده بيقروها في في في, في الاداره. فبيشرحوا الكلام ده ناس ماسلو هيلارشي، وناس ما عارف منهم ثاني، الناس بتاعين علم الاجتماع. اوكي. برضو عشان تكون العمليه بتاعت الكوانتيتيف ريسك اناليسيس صحيحه، لازم شنو؟ نعرف الاوفر اول ريسك الدريفن من الانديفيدوال ريسك. يعني لازم نحن نتبنى الانديفيدوال ريسك، يعني نفس النقطه الاولى اللي هي لازم يحصل كواليتاتيف قبل الكوانتيتيف. جميل. برضه بيكون في انتر ريليشنز بتوين ريسك كوانتيتيف ريسك اناليسيس. في علاقات بتنشا بين شنو؟ بين يعني في علاقه اساسيه بين الثلاثه، بين السكوب وبين التايم وبين شنو؟ سكوب تايم وشنو؟ سكوب تايم وكوست. الثلاثه ديل في بيناتهم علاقه. فالعلاقه دي بيسموها مش ماتشور اكسيولوجي، نشوفها هنا. العلاقة بيناتهم علاقة يعني بيتضادوا مع بعض. يعني إذا أنت زي مثلا زدت الكوست أو نقصت الكوست حتأثر على التايم، زدت التايم حتأثر على السكوب. الثلاثة مع بعض شنو؟ متأثرين ببعض. جميل. في مصطلح أنا هجيبه لكم بيتكلم على الحتة دي، إنه التأثير ده اسمه شنو؟ اسمه كاونتر برودكتيف تقريبا، المصطلح كاونتر برودكتيف، حاجة زي دي. اللي عنده ممكن ينزل هنا في التعليقات. طيب نقوم نخش في حته شنو؟ حته التولز اند تكنيكس. طبعا كالعاده اي 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 بروسيس في البي ام اي ده عامل له انبوت تولز اند تكنيكس اند اوتبوت، دي حاجه ثابته. فنشوف الانبوتس شنو لمساله الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. اول حاجه كالعاده عندنا ريسك مانجمنت بلان.
جميل. ريسك مانجمنت الجاسي برضه ما مشكله، نحن هسه شغالين يا اخواننا في شنو، في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، التحليلات الكميه للمشروع. وصلنا للريسكات، وصلنا هسه مرحله التولز التكنيكس. واصل معانا من هنا بيقول لك انه الريسك مانجمنت بلان دي اول انبوت بنجيبها من داخلها في الكواليتيف ريسك، في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. الكوست مانجمنت بلان لو لاحظتوا هنا ليه دي بيجي منها شنو، بيجي منها الكوست استيميتس اللي هي التقديرات الماليه والتدفقات النقديه، وعارف انت المانجمنت ريزيرف وعارف البادجت بتاعك عامله كيف. عشان كده لازم اجيب الكوست مانجمنت بلان، برضه لازم اجيب السيدول مانجمنت بلان الزمن، لانه بخش فيها السيدول بيس لاين اللي هو الجدول الزمني للمشروع اللي اعتمدتها، بتخش معاه هنا في شنو، في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. عندك الريسك ريجستر جاي من وين؟ جاي من البروسيسور اسمه ايدنتيفاي ريسك، الجدول اللي فيه الدوكيومنتس اللي فيه كل الريسكات ده هيدخل معايا هنا كانبوت. برضو عندنا الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور والاورجنايزيشن بروسيس اسيتس اللي هي اتكلمنا عنها في المحاضره الفاتت، المحاضره بتاعت البلاننج، اللي هم ديل التاثيرات الداخليه والخارجيه المؤثره على شنو؟ على الاورجنايزيشن. الاوتبوت كالعاده هو الريسك ريجستر، يعني في الاخر انت هيحصل لك ابديت لشنو؟ للريسك ريجستر. طيب نخش في التولز اند تكنيكس. وعليكم السلام. نخش في التولز اند تكنيكس. اول واحد هي الداتا جاذرنج اند ريبريزنتيشن تكنيكس، اللي هي العمليه بتاعت عرض البيانات. عمليه شنو؟ عرض البيانات. شفتوا بعد الشغل الجاي ده شغل بتاع شنو؟ بتاع احتمالات. شوف انت حاليا البي ام اي في الكتاب بتاع الستاندرد بيديك رؤوس الاقلام. بيديك شنو؟ بيديك رؤوس الاقلام، بيقول لك يا اخي انت ممكن تشتغل الموضوع ده بالتقنيات 1 2 3 4. بيجيب لك عنها سطر واحد او سطرين بيتكلم لك عنها، لكن ما بيشرح لك. طيب انا عايز انجح او عايز افهم او عايز ابقى ريسك مانجر، ما حاجيف على المعلومه سطر او سطرين الثانيين اليوم في شنو؟ في الكتاب ده. لا، انت في الامتحان هو بيسالك بتعمق في الموضوع، بيسالك من المعلومه انك فاهم انه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس فيه حاجه اسمها مونتي كارلو، في حاجه اسمها تورنيدو دايجرام، في حاجه اسمها بروبابيليتي ديستريبيوشن. الحاجات دي مكتوبه في الكتاب، المفروض تفهمها هي جايه من وين، لكن تفاصيل البراكتيكال امبلمنتيشن بتاعها بيجي منك انت بعدين. انت المفروض تمشي تشوف الامبلمنتيشن دي بيحصل كيف. الشرح للموضوع ده رياضيا بتخش اليوتيوب، بتخش الواتساب، بتخش الفيسبوك، بتخش قنوات يوديمي، بتفهم انه الموضوع ده بيتم كيف. لكن تو ذس اكستنت تكون فاهم انهم هم منهم اللي بشتغل بهم. عندك الكوانتيتيف ريسك analysis and modeling techniques، عملية النمذجة والمحاكاة اللي بتتم عبر تقنيات وتقنيات جاية من وين. بعد ذاك أكيد طبعا بنهتم بأنه بالريسك بالإكسبرت جادجمنت، اللي هم الناس اللي اشتغلوا الشغل ده قبل كده بدون المعلومة الأكيدة. وأنا عندي نظرية أنه أي حاجة يا أخوان لازم تشوف لك شيخ يدرسك لها، يعني أنت عشان تقدر تفهم الموضوع كويس، أو الأسهل طريقة أنك تخش في مجال معين تشوف لك دول يقريك له او زول شغال فيه، ده لانه بيديك الزبده حقت الموضوع. جميل. انت بعد ذاك من خلال الجايدنس اللي بيديك لها الزول ده، انت تقدر بعد ذاك تعرف انت عايز شنو، مزاجك في شنو، الحاجة تنفع معك ولا بتنفع معك. اوكي. طيب نمشي قدام. طيب نحن طبعا قلنا هنا عندنا منو، عندنا الداتا جادرنج اند ريبريزنتيشن تكنيك، نشوفها عندهم شنو. عندهم اول حاجه الطريقه اللي بتتم بها البيانات، داتا جادرنج طريقه جمع، اند ريبريزنتيشن طريقه عرض البيانات. فنحن هسه حاليا لما جبنا المعلومات من الريسك ريجستر وعملنا لها تصنيف نوعي رتبناها، عايزين نقوم نعمل عليها عمليات. العمليات دي اسمها الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، منها عمليه جمع وعرض البيانات. طيب اول طريقه اسمها الانترفيوينج، بتقوم بتعمل شنو؟ بتشوف الهيستوريكال داتا وبتعمل عليها، بتقوم بتعرضها كيف؟ مثلا عندك ال 3 بوينت استيميت ده من الهيستوريكال داتا، من معلومات قديمه. انا عارف انه المشروع بتاع الكوبري ده اشتغلنا كوبري قبل كده مثلا في وين يا كوبري، اشتغلوا كوبري مثلا كوبري المتمه مثلا بتم شندي ده اشتغلوه وكلف معاهم كده، فبيقوا عارفين انه لما نجي يعملوا كوبري الدويم المساله دي حتكون اراوند التكلفه دي، حتكون اراوند القروش دي. فبقوموا بيعملوا شنو؟ بيعملوا الداتا ريبريزنتيشن تكنيك نفس الطريقه، بيقوموا بيعملوا حاجه اسمها 3 بوينت استيميت. ال 3 بوينت استيميت دي من الطرق بتاعت العرض، بتتكلم عن شنو؟ بتتكلم عن انه يا اخي الداتا دي
وفقا للتقديرات بتاعتنا السابقه، يا اما في قيمه لو وفي قيمه موست لايكلي وفي قيمه هاي. دي 3 بوينتس اللي هي الثلاثه حاجات اللي هم يا اما تقدير اخف تقدير ممكن، اقل حاجه يبقى كده، واكثر حاجه يبقى كده، وغالبا الموضوع ده بكلف معاك كده. ده زور الخبير بيقول لك المعلومه دي، بيقول لك اسمع انا اشتريت والله العربيه دي يعني بالميت كده بتمرق بيها كده، ولو لقيت لك زول كده هناي بتضربه بتديه مثلا بيها كده، وقعدت عموما بتتباع في اراوند السعر ده، لان الناس الكريم بيكونوا فاهمين الكلام بيقول فيه هنا ده. طيب مثلا بيتكلم عن دبليو بي اس اليمنت، فقال مثلا في عمليه الديزاين لما نجي انا اعمل ديزاين، قال لك الديزاين ده بالميت بيكلفك 4 مليون، في الغالب بيكلف 6 مليون، لو جبت لك شركه شويه كده برستيجيوس ودار تعمل لك كوبري معلق وما عارف ايه والكلام ده بتكون بتكلف معك اراوند 10 مليون. عمليه البيلدينج ممكن يكلف معك 16، ممكن يكلف معك 120 وهكذا. فالتوتال كوست بعدين بتجمع بيصل معك شنو؟ بيصل معك انك بالميت التكلفه دي هتكلف معك كم؟ 31 مليون. موست لايكلي 41 اراوند كم؟ اراوند 68 لو كانت في شنو؟ في التكلفه، في التكلفه العاليه. بعد ذاك حسب السوق وحسب 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 المتغيرات. هي طريقه شنو؟ طريقه حسابيه. طيب نمشي لقدام. برضو عندك عمليه البروبابيلتي ديستريبيوشن، دي من الطرق برضو بتاعت العرض بتاعت موديلنج اند سيميوليشن. يعني مثلا بتقوم بتعرض بتعرض الداتا دي على شنو؟ بتعرضها على شنو؟ على اكس اكسس، ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. بتقوم مثلا بتعمل عمليه رياضيه، بنسال دي مساله رياضيه بحته، يعني على 3 بوينت استيميشن او التراينجولر دي هي اسمها التراينجولر اللي هو تراينجولر ديستريبيوشن. بتقول مثلا دي الواحد 2 3 4، فبتقول اوشن 5 هنا، بتقول انه اكثر حاجه ممكن تكون معايا، بتقوم بتفرض لك نقطه هنا، النقطه دي تديك في الاكس اكسس قيمه وفي الواي اكسس قيمه، القيمه دي هي الموست لايكلي. يلا بعدها بتقوم بتخلي لك معادله رياضيه بتقول انه لو القيمه اللي انا طلعها دي اقل من 3 مليون مثلا، حتكون في معادله هنا اللي هي نصف القاعده في الارتفاع، وفي معادله هنا نصف برضه نصف القاعده في الارتفاع، لكن شنو؟ لكن دي للقيمة الاعلى من 3 مليون ودي للقيمة الاقل من 3 مليون. الكلام ده انت قد تشوفه متشابك، لكن انا في لينك حديك ليه انت ممكن بعد ذاك تتبحر في موضوع شنو؟ في موضوع تراينجولر ديستريبيوشن. طيب السؤال حق الامتحان هيجيني كيف؟ انت هسه بتقول لي في كلام انا لسه ما تخيلته. السؤال حق الامتحان هيقول لك يا اخي مثلا انا شغال في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس وجبت لي زول، لكن انا ما عندي قروش كثيره عشان اشتغل بها مونتي كارلو واشتغل بها تورنيدو دايجرام، هتشتغل لي بشنو؟ بيقوم بيجيب لك في الخيارات مثلا الداتا جاذرين، بيقوم بيجيب لك مثلا بروبابيلتي ديستريبيوشن، ويجيب لك مثلا مونتي كارلو، وبيجيب لك مثلا كده، ويجيب لك مثلا واحده من الـ من الـ من النوتيفيكيشن، بيقول لك اشتغل مثلا السيستم داينامكس مثلا، ويجيب لك ايشوكاو. فانت من خلال فهمك للسيناريو انه الزول ده ما عنده قروش وانه في مرحله الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ما راح يستخدم شنو؟ هيستخدم التراينجولر ديستريبيوشن، لانه دي مساله يعني ما عنده قروش ومشروعه ما كبير، فهقوم اشتغل له بالتراينجولر ديستريبيوشن لانه عنده معلومات بسيطه، عنده عارف الموست لايكلي وعارف اللو وعارف الهاي. فبقت شنو؟ بقت ظاهر لي انه حاليا انت هتستخدم التكنيكس اللي بيحتاج للثلاثه معلومات دي. بالبساطه دي بالمناسبه السؤال حق الامتحان حيجيك، فانت حاليا المطلوب منك السجن، المطلوب منك انك تمشي تشوف التراينجولر ديستريبيوشن ده بيتم كيف. انا في فيديو لكن عندنا تكنيكال ايشو ما هقدر اعرضه لكم، حنقوم انزله لكم في التعليقات، هو في اليوتيوب شرحها واحده بريطانيه كده بطريقه مبسطه جدا جدا. طيب نقوم نمشي لقدام. نحن اشتغلنا منو منو؟ اشتغلنا داتا جاذرنج اند ريبريزنتيشن تكنيكس، اشتغلنا الانترفيوينج، واشتغلنا البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي هم البيتا والتراينجولر، تمام؟ اللي انت هتمشي شنو؟ هتمشي تتبحر فيهم. بعدها حنتكلم عن السنسيتيفيتي اناليسيس. السنسيتيفيتي اناليسيس دي ببساطه جدا، كلمه بسيطه لك بالعربي كده، سنسيتيفيتي يعني شنو؟ يعني حساسيه، تمام؟ يعني او تحسس تجاه حاجه معينه. فبقوم شنو؟ بيقوم لك التورنادو دايجرام في اول ما تسمع سنسيتيفيتي اناليسيس، كلمه مربوطه لكم عشان شنو؟ الافكار تكون متشابكه. اول ما تسمع سنسيتيفيتي اناليسيس طوال مخك حيمشي لمنو؟
همشي للتورنيدو دايجرام، وطوالي همشي المخطط ده. تمام؟ دي طريقة التفكير بتاعتك هتكون مبنية على الأساس ده. لما يتكلم عن quantitative risk analysis و modeling and simulation techniques بيتكلم لك عن sensitivity analysis، معناها بيتكلم لك عن tornado diagram، معناها بيتكلم لك عن مخطط بالشكل ده. طيب ال sensitivity analysis بيعمل شنو؟ بيقول لك هو analysis help to determine، يحدد لك الريسك وذا موست بوتنشال امباكت، يعني بيديك الريسك اللي بيسبب لك اكبر مشكله في المشروع. تكني يعني رياضيا بيحسبها لك، بيقول لك انه الريسك بتاع مثلا الديزاين او الريسك بتاع الانرجي او الريسك بتاع السكيورتي هو اكبر مهدد لمشروعك حاليا. فبقوم مثلا بيقول لك هنا مثلا عندك نمره واحد الريسك ده سكيورتي، مثلا سكيورتي مساله امنيه، عندك مشكله امنيه في دارفور مثلا، او مثلا هسه المشكله الحاصله في برسونال، فاي مشروع او في كسلا اي مشروع في المنطقه دي، فاكبر ريسك حاليا حسابيا بيحسبها لك هو شنو؟ هو مساله الامنيه. ثاني ريسك مثلا هيكون عندك مشكله في شنو؟ مشكله في شنو؟ في الفيول او في الوقود، ما في وقود. دي نمره اثنين. بعد ذلك بيقول لك مثلا عندك مشكله في شنو؟ مشكله في الورك فورس او مشكله في الاتش ار، ما عندك عمال مهاره بيشتغلوا لك او الناس ما بتمشي هناك، بيقول لك المساله دي فيها كع على ما بمشي هناك. انت عليه برضه عندك مشكله شنو؟ في الاتش ار. طيب من خلال التورنيدو دايجرام ده انت بتعمل شنو؟ انت بتقوم بتستهدف الحاجات اللي قاعده لك فوق اللي عندها شنو؟ عندها اثر عالي، ديل بقوم بستهدفهم في عمليه شنو؟ في عمليه التحليل، وبقوم بستهدفهم في عمليه شنو؟ في عمليه التصليح بتاع شنو؟ بتاع الاثر على المشروع. يعني مثلا لما اكون فاهم انه في اشكاليه، في مشكله امنيه، بقوم بحاول قدر الامكان اغير السكوب، اشيل المشروع ده من المنطقه دي انفذه في منطقه ثانيه، ما انا في الاخر زول ده هربح صح؟ انا اذا عندي مشكله بتهدد لي قيام المشروع كله في المنطقه دي، هقوم شنو؟ هقوم اغير المشروع ده من هنا لهنا. طيب المساله دي ما ممكن تبقى، بقوم اشوف لي حل ثاني. حل ثاني ممكن اقول اعمل شنو؟ اقوم اجيب لي قوه امنيه، اجره، اجيب لي بلاك ووتر، اي حاجه، اجيب لي حته تامن لي المنطقه الشغال فيها، لانه ده مثلا شنو؟ مساله استراتيجيه، زي المساله اللي كانوا عاملينها في البترول حق عدايريال، او البترول بتاع جنبك وكده. طالما المساله دي بالنسبه لي هي مخاطره، لكن انا لازم اخذ المخاطره دي، فبقوم بعمل شنو؟ بقوم بتصرف معاها. فالتورنيدو دايجرام ده بيعمل شنو؟ اول سنسيتيفيتي اناليسيس شنو؟ بيديك معلومات عن المخاطر الممكن الاكبر على مشروعك. جميل؟ وبسهل لك عمليه شنو؟ عمليه الرانكينج واللي هي الترتيب، انه ده اول ده اول ده اول ده اول اولويه. تمام؟ فده فيلا من خلال حاجه بيحصل. في معلومه ثانيه مهمه، انه لما تعرف الاثر الاكبر او الخطر الاكبر على مشروعك، انت بعد ذاك ممكن تغير الاسكوب، تغير التايم ليميت، تغير الجدول بتاعك، تغير تزيد الكوست، تنقص الكوست، وهكذا. الريسورس الموفره للمشروع ده تقوم تشيلها من هنا توديها مشروع ثاني، تلغي المشروع نهائيا. تمام؟ الحاجه تحصل نيوميريكلي يا اخوان، حسابات رياضيه من خلال التورنيدو دايجرام ده. جميل؟ اتمنى انه الكلام يكون بسيط وواضح. نفس الطريقه سؤال الامتحان بيجيك بنفس الرسمه دي، يعني بيقول لك شنو؟ بيقول لك يا باشا وريني شنو؟ وريني الحاجات الاكثر ضررا على المشروع شنو؟ بتقوم بتقول لي يا اخي الاكثر ضررا ريسك نمبر واحد، نمبر 1 وريسك نمبر 2، دول هم الريسكات الاكثر ضررا عليك في مشروعك. فبقوم بيجيب لك في الخيارات، بيقوم بيخلط لك، بيقول لك نمره واحد نمبر واحد نمره واحد نمره سته، بيقول لك مثلا نمره اثنين ونمره ثلاثه، بقول لك مثلا نمره اربعه ونمره واحد، تختار يا بعد تقديرك حسب القيمه الرسمه اللي قاعده لك هنا، بتختار الحاجه اللي عليها اكبر ريسك على المشروع. طبعا انت ممكن تكون ريسك مانجر، ممكن تكون بروجكت مانجر. فانت كبروجكت مانجر لما يجيبوا لك الرسمه دي ما بتسال يقول لي عملتها كيف ولا جبتها منين، ما انت زول عينته فعارفه بيشتغل الشغل ده، لكن الديسيجن ميكنج بتعمله انت بناء على شنو؟ بناء على مخطط اداك له. جميل؟ ده برضه مثال لتورنيدو دايجرام. في مشكله في السيلز، وفي مشكله في البرايسنج، في مشكله في المانيفاكتشرنج، في مشكله في الماركتنج. يعني هسه انا حاليا ما خشيت التورنيدو دايجرام ده في السوفت وير عملوه كيف، لا انا جبت لك اوتبوت بتاع السوفت وير وعرضته لك. انت كزول بروجكت مانجر او كزول ريسك مانجر المفروض تتخذ قرار بناء على الحاجه المعروضه عليك دي. جميل؟ طيب نقوم نواصل. طيب من التحليلات
الكوانتيتيف ريسك اناليسيس من التولز التكنيكس، في حاجه زي ما قلنا هي الموديلنج تكنيكس، عندنا حاجه اسمها الاي ام في. الاي ام في مصطلح مشهور وشائع اللي هو الاكسبكتد مونيتوري فاليو، ده بتاع قروش، ده الناس الكوست بيعرفوا الحاجه دي كويس، اللي هو ناس الفاينانس برضه الاكسبكتد مونيتوري فاليو. بتساعدك في شنو الحاجه دي؟ بيساعدك في عمل الديسيجن تيكينج، وهو statistical concept برضو اللي هو هي معلومه شنو او تقنيه احصائيه، يعني expect يعني القيمه المتوقع. طيب مثلا في المثال اللي قدامك ده قال لك example of expected monetary value calculation for a business strategy that depends on uncertain market demand. عندي مشكله بتاعت شنو؟ بتاعت uncertain market demand، الطلب في السوق ما ثابت، يعني سوق العرض والطلب ما ثابت، يعني ما في مشكله هنا. فبقوم بيقول لك يا اخي مثلا uncertain outcome شنو؟ انه الهاي ماركت او المودريت ماركت او اللو ماركت ديماند. اوكي، فاذا كان فخلال خلال المرحله معينه كان الهاي بيكون الهاي ماركت عندي خلال السنه 30% بس من السنه بيكون في هاي ماركت ديماند، و45% بس حيكون عندي مودريت، و25% حيكون عندي شنو؟ عندي لو مودريت لو ماركت ديماند. الهاي ماركت ديماند هيخلي لي السعر قرابه 800,000، في المودريت حيكون السعر قرابه 450,000، وفي اللو حيكون قرابه كم؟ 250,000. ببساطه بقوم بضرب ديل في بعض، حيقوم يقول لي انه الاكسبكت مونيتري فاليو اللي حتتحقق لي من مساله الهاي ماركت ديماند حتكون 250,240,000 او 240، وهنا 202، وهنا 62، بجمعهم مع بعض دي حتبقى لي شنو؟ التوتال اكسبكتد مونيتري فاليو من المشروع ده او من عمليه البيع دي. جميل؟ طبعا التكنيكس دي يا اخواننا ما بيستخدموها في الريسك بس، بيستخدموها في مجالات ثانيه، فهي عمليه احصائيه، فانت برضو بتستخدمها عشان تعرف انه مثلا انا متوقع قيمه من المشروع ده قيمتها كده. فانت اذا كسبونسر او كبروجكت مانجر لو حسيت انه القيمه دي ما من تعبها او انا ما في داعي اتعب كده عشان اطلع قيمه زي دي، فبتقوم يا لغيت المشروع، يا قمت زدت السعر، يا قمت شفت لك ماركت ثاني، يا عملت ماركت سيرفي شفت الحاصل شنو والسبب بتاع انخفاض الاسعار دي شنو، او انت المنطقه الشغال فيها دي اصلا ما منطقه مؤهله انك تستثمر فيها، بتقوم بتغير المشروع بتاعك. دي الاكسبكتد مونيتري فاليو ببساطه. المثال ده طبعا جاي من الكتاب، يعني انت لما تيجي تفتح تفتح الكتاب البراكتس ستاندرد هتلقى شنو؟ هتلقى المعلومات دي معروضه عندك في الكتاب. طيب عندك من المهارات او من التكنيكس المهمه والموديلنج تكنيكس المهمه حاجه اسمها مونتي كارلو. فطيب هي عمليه بتاعت سيميوليشن، عمليه بتاعت شنو؟ عمليه بتاعت سيميوليشن بيستخدموها برضو في الفوركاستنج، شكرا، بيستخدموها برضو في التوقع، توقع القيمه. طيب نشوف الموديلنج سيميوليشن ده بيقوم بيترجم لك ديتيلز معينه انت اديتها له من خلال الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، بتدخلها في سوفت وير. السوفت وير ده بيديك مخطط بتاع توقع، المخطط بتاع التوقع ده بيجيك في الشكل ده ذاته، الكيرف ده، شايف الكيرف ده؟ ده الكوست وده البروبابيلتي، ده الاحتماليه. فبقوم بيقول لك شنو؟ بيقول لك يا اخي انت مشروعك ده هيخلص بقيمه 41 مليون بنسبة 12% بس. ده تحليل رياضي عديد، تدخلت المعلومات المناسبة بما يتعلق بالكوست فيما يتعلق بالشدول، الجدول الزمنية والكوست، دخلت معلومات في السوفت وير اداك الحقيقتين ديل، اداك انه يا اخي عشان تخلص المشروع ب 41 مليون نسبة انك تخلص 12%، لكن عشان تشوف من 41% بس، من 41 مليون بس، لما قفزت بس دفعت زيادة 9 مليون وصلت 50 مليون، يعني زدت 5 زدت 9 مليون، طوال النسبة قفزت من 41 لكم؟ ل 75%. دي الباور بتاعت المونتي كارلو. ففي اللحظة دي انت فهمت انك عشان لو انت اصلا دافع 41 مليون، حتقوم تقنع السبونسر انه يستثمر 9 مليون زيادة عشان يصل لشنو؟ عشان يصل ل 75% شنو؟ احتمالية نجاح بالنسبة لشنو؟ بالنسبه للكوست. ده سيميوليشن معين.
طيب السوفت وير ده بيشتغل كيف؟ بيشتغل بتقنيه اسمها مونتي كارلو. مونتي كارلو تقنيه اشتغلوا بها مانهاتن بروجكت، عملها واحد يهودي ما اعرف اسمه، اسمه قاعد دقيقه اشوف لكم. هي تقنيه يعني اتعملت اشتغلوا بها بالمناسبه النيوكليير بومب بتاعت هيروشيما. يعني هم عشان يصنعوا القنبله دي ما ممكن يقوموا يجيبوا قنبله يصنعوها ثاني يفجروها ثاني يعملوا واحد على فجره يفجروا امريكا، لا بيقوموا بيشتغلوا سيموليشن بنفس المفهوم ده. الناس اللي اشتغلوا الموضوع ده، فدي دي 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 المونتي كارلو يعني بتعمل عمليه بتاعت اتريشن برضه، دي مصطلح مهم جدا. قال لك ذا بروجكت موديل از كومبيوتد ماني تايمز، يعني هتقوم شنو الزول بيعمل شنو السوفت وير بيعمل شنو، يقوم بيدخل الشيدول وبدخل الكوست كله وبدخل السكوب دخل الكواليتي وكده، دخل المعلومات دي حيقوم يعمل الاف التجارب الاف الايتريشنز، بيقوم بيطلع من كل ايتريشن بيطلع معلومه يعملها كده، يعني حكايه بتاعت 1000 2000 3 4000 تجربه. ال 4000 تجربه دي بيقوم بتعمل ليه شنو؟ بتعمل ليه الكيرف اللي شايفه قدامك ده، بتعمل ليه الكيرف اللي شايفه قدامك ده. فمن خلال الكيرف اللي انت بتبدا تتوقع انه هيحصل شنو. جميل، دي الطريقه بتاعت شنو، دي الطريقه بتاعت الموديلنج اند سيميوليشن اللي اسمها شنو، اسمها مونتي كارلو. طبعا في سوفت ويرز كثيره بتشتغل الشغل ده، من اشهر السوفت ويرز اللي هو بتاع بريمافيرا ده، من اشهر السوفت وير برضه ده من الحياه بيشتغل لك برضه السوفت وير ده اسمه بريمافيرا بيتر ماستر، يعني ده برضه من السوفت ويرز. هيعمل شنو ده؟ هيديك هيستوجرام. الهيستوجرام ده من مميزاته انه مثلا شوف بيجا في جدول، في الجدول ده في حاجه بتتكلم عن شنو، بتتكلم عن التايم. فبقول لك انه انت كجدول زمني مشروعك ده هيخلص يوم 15/4 او 15 ابريل بنسبه كم؟ بنسبه 60%، وهيخلص يوم 2 مايو بنسبه كم؟ بنسبه 85%، وهكذا. حساب بيجيب لك حسابات رياضيه، بيقوم بيدخل الكوست اللي انت دافعه وبدخل الجدول الزمنيه وبدخل المعرفة الكريتيكال باث ميثود، كل التفاصيل اللي بتدخل في السوفت وير بيقوم بيحسب لك الاف المرات، بيقوم بيطلع عليك بشنو؟ بيطلع عليك بالجدول ده. سؤال امتحان بيجي كيف؟ سؤال امتحان بيجيب لك الجدول ده ذاته زي ده بيضباطه بيجيبه لك في الامتحان، بيقوم بيقول لك شنو؟ بيقوم بيقول لك يا اخي بنسبه 60% المشروع ده هيخلص يوم كم؟ بتقوم بعديل ريد تفتش في الجدول هنا هتلقى 60% دي كم؟ 15 ابريل. تلقاها قاعده وين؟ قاعده في شنو؟ قاعده في الخيارات. يعني هيقوم يجيب لك مثلا 28 ابريل، هيجيب لك 4 اغسطس، هيجيب لك كده. بتقوم بالراحه بتشوف 60% قاعده وين؟ وقدامها فيها رقم، تعمل على تك. بالبساطه دي السؤال حق الامتحان. لكن انت ما المفروض يكون يعني اكزام اورينتد الدرجه دي. انت المفروض تفهم جوه السوفت وير ده بنزل فيه الداتا كيف؟ التفاصيل دي كلها. جميل؟ فده هيستوجرام طالع من وين؟ طالع من المونتي كارلو سيميوليشن. فبقول لك انه يعني برضه بيوريك انت هيخلص المشروع 200، الكونفدينشاليتي 60% 70%، طبعا دي مساله الكونفدينشاليتي اللي هي هيخلص يوم كده انت متاكد منها. وهيوريك الكونتينجنسي ريزيرف. برضه يا اخواننا في حاجه مهمه في اسئله الامتحان، بيقول لك مثلا انا حسب البادجت اللي عندي المشروع ده هيخلص يوم 29 مايو 29 مارس، تمام؟ فقام قال لك يا اخي انا عايزه يخلص لي يوم 7 مايو مثلا. يقوم بيقول لك يا اخي انت الايام الفرق بين الايام ده عشان تقدر تصل لشنو؟ تصل لتحققيه اكثر. يعني مثلا انا من 5 عايز اقوم اصل ل 30%، او من 30% عايز اصل ل 70%، محتاج كم يوم حازيدهم؟ هتقوم تحسب الشهور دي، ده شهر ابريل كله 30 يوم، وفي 15 يوم مثلا في شهر مايو، وفي 29 معناه في يوم من شهر شنو؟ من شهر مارس. هتقوم تحسب الايام دي حساب عديد، تحسب مثلا يوم 30 شهر ابريل فيه 30 يوم، وشهر مايو فيه 31 يوم، معناه 29 و30 و1 و31، ديل 3 ايام، بالاضافه للايام اللي قاعده في الشهر الثاني. بيجيب لك من شكل ايام. ده من الاسئله المعاطه كده في الامتحان، انه بتعرف المفروض تعرف انه اي شهر 2030 منه و2031 منه. تمام؟
دي من الاسئله برضو بتاعت الامتحان. فانا في بنك بتاع اسئله اللي الناس عايز تمتحن ممكن شنو ممكن اوفره لهم. طيب كده طلعنا من مورتي كارلو وتورنيدو وكده، طبعا دي حاجه بتقوي من النفس يعني، انت عشان تقدر تفهمها محتاج لانك تخش يوتيوب وتخش جوجل وتسال وتستفسر وكده. انا حاولت ابسطها عليك بابسط فهم ممكن، بعد ذاك انت ممكن شنو ممكن تبحر فيها زياده، لانه السوفت وير ده بالمناسبه انت لو اتقنته هترفع قيمتك السوقيه جدا جدا بالمناسبه. طيب برضو من التولز اند تكنيكس ممكن الليسون ليرن، يعني مسبقا استفدت منه شنو المشروع ده في مشروع زي ده قبل كده اشتغلوه وهكذا. في الفول تري اناليسيز الاف ام اي اي يا اخوان تذكروا اشتغلناه وقلنا انه بيكون في فولت في خطوه معينه انت بتحلله، وفي السيستم داينامكس المثال بتاع انه الاستاذه جات اسمها ناسي تذكر المحاضره فاتت، قلنا انه اي كومبوننت بياثر ايجابا وسلبا على اي كومبوننت ثاني برضه بتستخدم التكنيك ده. بيقول لك انه من التولز اند تكنيكس في الكتاب بتاع البراكتس ستاندرد بيقول لك انه فيه لازم يكون في خواص، الخواص انه مثلا تكون كومبرهنسيف يعني تشمل كل انواع الريسك، ما تاخذ ريسك معين وتهمل الباقي، برضه يكون في كالكوليشن للامباكت حسابات رياضيه للاثر على المشروع من الريسكات دي، المفروض يكون في تحليل للانسرتينتي كوانتيتيفلي، المفروض يكون في داتا جاذرنج تولز، المفروض يكون في افكتيف ريبريزنتيشن، يعني لازم العرض يكون عرض بالنسبه للداتا بيتناسب مع شنو مع المشروع زي ما قلت، المفروض يكون في اتريشن، يعني لازم المساله دي تعملها طوالي طوالي، كل ما حصل تشينج في المشروع يا اخواننا اي تغيير بيتم في المشروع لازم بتاع الريسك اناليسيس يكون قاعد عشان يعرف الريسك ده اثره شنو على باقي شنو على باقي الكونسترينت، اثر شنو على التايم، اثر شنو على الكوست، اثر شنو على الكواليتي، اثر شنو على البروكيورمنت لو في تعاقدات، اثر شنو على السكيدول، اثر شنو على الكاستمر ساتسفاكشن، دي كلها من الحاجات المفروض تاخذها في عين الاعتبار اثناء ما انت بشنو بتحلل المخاطر من التغييرات اللي حصلت في المشروع بناء على طلب معين من اي شخص من السبونسر او من اي زول. برضه الانفورميشن فور ريسبونس بلاننج ممكن يحصل ريبلاننج او ديسكوبينج، ديسكوبينج قلنا انه انت بتقوم تنقص السكوب حق المشروع زي ما تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى. طيب حنقوم نتكلم عن الريسك ريجستر أبديت، عايزين نعمل ريسك ريجستر أبديت. ده الأوتبوت بتاع شنو؟ الأوتبوت بتاع الكواليتيف ريسك أناليسيس، يعني البرفورم كواليتيف ريسك أناليسيس هيحصل ريسك ريجستر أبديت، البرفورم كوانتيتيف ريسك أناليسيس هيحصل منه شنو؟ ريسك ريجستر ابديت. فبيقول لك شنو؟ بيقول لك انك بتقوم عرفت قيمه الكونتينجنسي ريزيرف اذا كان للتايم كالسكيدول او اذا كان للكوست، بيديك القيمه اللي انت المفروض تضيفها كطاقيه عشان تقدر تغطي الريسكات دي من خلال شنو؟ من خلال الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، بيديك قيمه نيوميريك عديد، بيقول لك انت محتاج 5 مليون زي 9 مليون اللي حسبناها قبل، انه لو عايز تخلص بنسبه 12% 41 مليون، اذا عايز تخلص بنسبه 75% محتاج لكم؟ محتاج ل 51 مليون او 50 مليون عشان شنو؟ عشان تغطي فرق الزمن ده وتصل لسيرتينتي معين. جميل؟ برضو من الابديتس انك بتحدد قيمه بتاعت كونتينجنسي في الاوبرتيونتي برضو، يعني مثلا اذا انا استخدمت تقنيه احدث ممكن انا اقلل الزمن. مثال يعني مثلا اذا انا بدل ما استخدم مانوال اكسكافيشن، يعني اجيب عمال يحفروا لي بير ولا يحفروا لي اي حاجه وياخذوا لي قرابه الاسبوعين، ممكن انا اجيب اسكافيتر صح، اجيب باك لودر ولا اي حاجه اقوم احفر بمكنه، الحفر بالمكنه ده حيقوم شنو نقص لي الزمن من اسبوعين يبقى لي 5 يوم، دي اوبورتيونيتي صح؟ فالاوبورتيونيتي لكن الحفاره دي بتكلف قروش اكثر، فلو السبونسر اقتنع انه يدفع القروش دي معناه انت السكيول بتاعك شنو؟ حيقل، معناها شنو؟ الكوست حتزيد لكن السكيدول بتاعك حيقل. في اللحظه دي انت بتعمل تريد اوفز، يا تو اهم لي التايم ولا اهم لي شنو؟ الكوست ولا اهم لي السكوب؟ حسب شنو؟ حسب الستيك هولدر زي ما قلت لك. فدي من الحاجات اللي بيقدمها لك شنو؟ بيقدمها لك الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. برضه بتكون عارف انه الكونتينيوس ريزيرف المحتاج له ده هل ممكن يزيد عن الطاقة الاستيعابية حق المشروع، يعني مثلا انا محتاج ريسورسز تكلفتها اعلى من البادجت حق المشروع عشان انا اصل للسيرتينتي المعينة دي،
يعني القرارات اللي انت بتتخذها بعدين قدام الريسكات بتتبني على امكانياتك. يعني انت ما ممكن تقول للسبونسر قدم لي كذا مليار عشان انا اقوم اعالج مشكله بتاعت ريسورس معين او اعالج مشكله بتاعت جدول معين، وانت العارف ان المشروع ده اصلا تكلفته كلها بتصل رقم زي ده. عارف هو بيديك لاني يمرك اللي كم القيمه برضو بوريك يا تو يا تو ريسك ايرجنت يا تو ريسك ما ايرجنت، زي اللي حصل في عمليه التورنيدو دايجرام في المخطط، انه عارف انه مساله البرايسنج اهم من مساله مثلا البرودكشن وهكذا حسب الحاجه بتشكل لك ريسكات اكثر. نحن كده لحد هنا وصلنا لشنو؟ وصلنا لنهايه الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. انا عشان اقوم الخص الموضوع ثاني حاجه امر عليه سريع، لانه عارف ان المساله الماده اللي اخذناها اس دي شويه ثقيله، فحقوم امر عليها سريع سريع. عرفنا انه الانواع شنو؟ في داتا جاذرنج ريبريزنتيشن تكنيك وفي كواليتاتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيك. الداتا جاذرنج فيها الانترفيوينج والبروبابيلتي ديستريبيوشن. البروبابيلتي ديستريبيوشن داتا جاذرنج فيها الانترفيوينج، والبروبابيلتي ديستريبيوشن فيها البيتا ديستريبيوشن والترينجل ديستريبيوشن، النوعين دول. جميل؟ لما نجي نمشي لقدام حنلقى انه في شنو؟ في حاجه اسمها الكوانتيتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيك، اول حاجه في حاجه اسمها السنسيتيفيتي اناليسيس، وهنا بيتكلم عن التورنيدو دايجرام. بعد ذاك اللي هو هذا قدامكم، بعد ذاك حنقوم نمشي للاكسبكتد مونيتري فاليو، دي نمره اثنين في الاناليسيس بتاع موديلنج اند سيميوليشن تكنيكس. عندنا منو؟ الاكسبكتد مونيتري فاليو اللي هي القيمه المتوقعه لاي اكتيفيتي انا او للبروجكتس عموما. بعد ذاك نمشي للثاني اسمها الموديلنج تكنيكس، بيتكلم هنا عن المونتي كارلو ودي اهم واحده منهم الموديلنج اند سيميوليشن تكنيكس، وفيها طبعا نوعين من الـ من الـ من الـ من, الـ من نوعين من الكيرفات اللي هو ده بتاع الكوست وده بتاع شنو؟ وده بتاع التايم. جميل؟ وفي تولز تكنيكس ثانيه اقل اهميه، لو شفتوا في كتاب تلقوا كاتبه لك سطرين سطر سطرين، اللي هي الاف ام اي اي السيستم داينامكس والليسون ليرن. بعد ذاك في كاركترستيك خواص معينه المفروض توفر لي في التولز اند تكنيكس دي. وفي الاخر الاوتبوت عباره عن شنو؟ عباره عن ريسك ريجستر. ده الكوانتيتيف ريسك اناليسيس كده في شنو؟ في ساندوتش صغيروني كده انت ممكن شنو؟ تستفيد منه. جميل؟ انا ما عارف الزمن كيف يا مصطفى، لانه نحن بدينا 10 ونص بس تقريبا 11 ونص. وي هاف اباوت 5 مينتس كده، افيدني يا مصطفى عشان ما نقوم نخش في زمن لايف ثاني which will be something not acceptable. طيب نمشي لقدام حنلقى الخطوه اللي بعدها يا اخواننا اسمها البلان ريسك ريسبونس. انا بعد ما عملت تحليل دار اقوم اشوف اتعامل مع الريسكات دي كيف. بعد ده هيجي الكلام اللي كلنا عارفينه بتاع الافويد وريديوس وترانسفير واكسبت، حاجة بتاع انهانس وكده اللي هي الطرق اللي بستخدمها عشان ميتيجيت، الطرق اللي هستخدمها عشان اعمل شنو؟ عشان اعمل بلاننج للريسبونسز. جميل؟ طيب طيب ناخذ الاسئله ونختم. طيب يا اخوان نحن المحاضره حقت بكره حنكون بدينا من وين؟ بدينا من بلان ريسك ريسبونس. انا عايز هسه حاليا اقوم امشي لحته حقت الاسئله، ناخذ 20 مينتس كده اسئله نشوف الناس اسئلتها عن شنو. احمد النوش السلام عليكم، توم عوض، عمار عوض، حنان كالعاده معانا ما شاء الله، محمد انور الشيخي، محمد انور متوفر. طيب 10 دقائق قالوا، في 10 دقائق كويستشنز. عليكم السلام يا عباس، تعالى عادل اهلا وسهلا، ابو بكر عواد. ها شباب، اذا كان في اوفر اوفر استيميشن للريسك ممكن ازيد الكوست، واذا كان التمويل مثلا من بنك وعليه فوائد لا فوائد، اصلا برنامج المونتي كارلو بيحسب العامل ده اللي هو مدخل اصلا ومحدد مرحله الكوانتيتيف. طيب الجزء الاول من السؤال، اذا كان في اوفر استيميشن للريسك هل ممكن يزيد الكوست؟ ممكن طبعا. وطبعا انا اصلا من الاول قلت انه الريسك ده لما تيجي تفصله بتفصله على حسب شنو امكانيات الشركه وحسب الكلتشر بتاعها وحسب استفادتها من الريسك. يعني اصلا المشروع اذا ما بيستاهل انت ما حتدفع فيه كميه كبيره من القروش عشان تعمل ريسك اناليسيس. خشيط العظم تامر، ايوه هو شوف الـ 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 بالنسبه
للكوانتيتيف ريسك اناليسيس ذاته ما اي زول بيشتغله، هو ما اي زول بيشتغل الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، وما كل الشركات بيشتغل الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، لكن انت عشان تبقى زول زي ما بيقولوا بروفيشنال في الموضوع لازم تعرف السوفت ويرز دي. وانت ما كفايه يكون عندك ريسك ار ام بي بس وخلاص، اتس نوت انف، لازم يكون عندك خبره واشتغلتها. يا اخوان السيرتيفيكيتس دي كلها من غير براكتيكال ومن غير اكسبيرينس ما عندها معنى. فانت لازم تشتغل في المجال عشان تقدر تعرف تستخدم التولز التكنيكس دي كيف. ودي حاجه بيستخدموها الشركات الكبيره، يعني ما في شركه صغيره عندها ريسك اسيسر، بيشتغل البروجكت مانجر الحاجات دي باي ديفولت. ويصار عليكم السلام. زي ما قال تامر يا هندسه خشيط العظم، ايوه خشيط العظم. الموضوع ده يا اخوان انتم ما تسترهبوه. في الاكزام ما في تفاصيل دقيقه عن الموضوع ده. الاكزام بيقول لك اي تولز تكنيكس والخواص حقتها بس، دي الاسئله هيسالك منها، لكن انت مفترض تعرف الحاجه دي لمصلحتك انت يعني. ابراهيم ادم جزاك الله خير. ما في اسئله؟ شكله الموضوع بتاع الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ده موضوع انتم ما فهمتوه ولا شنو؟ حاجه زي دي لغايه حاني شويه جابت سؤال يعني شنو؟ نشوف فوق اذا في اسئله. يمكنك الانضمام. طيب 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 اي اسئله يا شباب؟ النذير ضفع الله منور الليله. لا والله خشينا العظم معنا. انا عاوز ادرس الشغل ده واعمل براكتيكال، وين ممكن امشي؟ والله تمشي جوجل بس، يعني في اليوتيوب في شانل شغال الشغل ده يا علاء محمد. انا ناسي اسم علاء ده بيعمل لي هنا ما ملك ولا شراب. الواحد يكتب اي ال دبل اي ما يعني تعرف ولد ولا بنت. كويس علاء ولا لا. المهم اذا انت عايز تمشي بالشغل ده لازم تمشي تشوف في يوتيوب شانلز بيتكلم عن ريسك مانجمنت، وفي توتوريالز بتاع ناس اسمهم منو، ناس برامافيرا عندهم السوفت وير ده ممكن تستفيد منه. طيب قالت على اهلا وسهلا مها. طيب اهلا يا مها، شرح واضح ان شاء الله يكون. طبعا ناس المانجمنت او ناس البيزنس الكلام ده بيشوفوه فاميليار شويه. ناس الماثيماتكس، ناس البروبابيليتي، ناس الستاتستيك برضه بيشوفوا الكلام بتاع الاحتمالات ده فاميليار لهم شويه. لكن الناس اللي قروا بكالوريوس وقالوا ما حيفتح ورقه ثانيه ومشوا ديل شويه هيحصل معاهم باشمهندس. بس راجعين حته بتاعت مونتي كارلو. صباح حسن. طيب الحته بتاعت المونتي كارلو دي عباره عن سوفت وير. السوفت وير ده بيقوم بيديك مخططات. المخططات دي مبنيه على عمليات احصائيه اتكررت كذا الف مره. التكرار ده راندم بالمناسبه، بيحصل التكرار راندم، يعني بيجيب قيم راندملي. زي شنو مثلا؟ زي مثلا السوفت وير مثلا اذا قلنا سمعنا قريب انه مثلا الصين صنعت لها كمبيوتر بيقوم بيعمل كذا الف تجربه في مليار تجربه في الثانيه مثلا. الحاجه دي خطورتها وين؟ الحاجه دي خطورتها انه انت بعد ده من خلال التوافق والتبادل ممكن تكسر اي باسورد. زي عندك اي باسورد ممكن يتكسر لك، لانك انت بتعمل مليار عمليه في الثانيه الواحده. المليار عمليه دي ممكن تكون مصيبه يعني. يلا تخيل المونتي كارلو بيعمل لك الاف العمليات الزي دي. بيقوم بيحدد لك من خلال انبوتس اللي تلاقيه وانت بتطلع لك كيرفات، الكيرفات دي حقيقيه فعلا، دي ما احتمالات انت نزلتها وهو اشتغل عليها. السوفت وير ده بيقوم بيوريك انه كيف الصرف حيكون، كيف المشكله حتكون وين، حيخلص المشروع ده باحتماليه 75%. انا بقول لك انه المشروع ده هيخلص يوم 14/5 بنسبه 75% حقيقه. ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل نيوميريكلي يعني في حسابات. فهمتي علي؟ يمكن ان شاء الله تكون بس الحاجه دي يعني وصلت لك مفهوم. طيب مرسي وتصحار، في حاله الريسك زي كورونا مثلا كيف ممكن تعمل كونتينجنسي ريزيرف عشان تتجاوز المرحله وتقلل الريسك بالنسبه للمشروع؟ سؤالك ممتاز. طيب الحاجه هي طبعا لانها جت فجاه، يعني شنو يعني الدول ما عامله احتياطاتها لمساله الكورونا فيروس. دي المشكله هنا، لانه اصلا الشيء ده جاء فجاه يعني ما كان متوقع، ما زال متوقع انه يكون في بريك ثرو بالمستوى ده. وده الحاجه المخليه الامريكان يتكلموا عن انه البتاع ده مصنع، يعني انه الفيروس ده مصنع لانه جاء فجاه. الكونتينيوز ريزيرف بعد اي حكومه واحتياطها النقدي، اي حكومه وقوتها. وده ظاهر في 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 في, في الرد الفعل بتاع الحكومه السودانيه، لانه وضعها الاقتصادي مدمر تماما، فما حتقدر تعمل يعني استجابه للموضوع ده بالمستوى اللي اشتغلت به مثلا ايطاليا او امريكا او الصين او دول الخليج، لانه المستوى الاقتصادي منهار، ما عندك احتياطي،
انت عندك مشكله في العيش والجاز، فما تحلم انه حيكون في شغل ممنهج لانه يتم التعامل مع الكورونا فيروس، فربنا ان شاء الله يلطف بالناس يعني. طيب ايوه مصطفى كلامه صحيح، بيقول لك المونتي كارلو بتجرب كميه كبيره من القيم العشوائيه زي ما قلت لك راندملي بتتم صحيح، والمتغيرات دي وانها تطلع الاثر لكل متغير في المشروع حقيقه. ده تفصيل ممتاز. لازم يتراجع منتصر، بيقول لك انه ايوه لازم يتراجع كذا مره، ونحاول نتواصل معاك يا هندسه في الماسنجر. جدا مرحب بك. بقيت رمضان عديل جبت الزيت. والله يا اخي ان شاء الله يا عوض عمر عوض. معلش الشرح بيكون سريع الا بعد نراجعها بعدين مرتين وثلاثه. ايوه انا فعلا اصلا طبيعتي بتكلم سريع لكن هحاول. طبعا بكره هي اخر محاضره، فضل لنا اراوند 30 سلايد، والله اقل من 30، انا ما واقف في الريسبونس 99 يعني اراوند. والله يا اخي في يا اخي بكره مفترض نمشي اسرع كمان خمسه و... طيب 30 سلايد، احنا واقفين في السلايد رقم كم؟ رقم 100. ايوه يعني 30 سلايد، انا بس لانه مونتي كارلو دي شويه كثرت الكلام. طيب كويس، في اسئله يا شباب؟ اسئله يا شباب اسئله. مصطفى قال ناخذ اسئله ونختم. ما شاء الله 60 نفر في اللايف، يعني والله كويت انترستينج. طيب مها حنان ما عندك سؤال؟ احمد النوش، عبد الرحمن وين؟ حارس ساتي، كفيت ووفيت. ياسر صلاح. طيب خلاص يا اخواننا نحن نختم هنا، نشكركم جزيل الشكر. ان شاء الله بكره حتكون اخر محاضره عندنا. بكره هحاول يعني اجيب امثله لاسئله الامتحان ان شاء الله، ونشوف الامتحان بيتخاطب معاكم كيف. مونتي كارلو دي ما تشيل لها، مونتي كارلو 3 بوينت استيميتس تراينجلر ديستريبيوشن بيتا ديستريبيوشن، دي حاجات انت محتاج تخش اليوتيوب تشوفها صور، تشوفها فيديوهات، تشوفها سوفت ويرز، وتعريفها رياضيا جاي من وين. المساله دي ماثيماتكس، انا لو جيت اشرح ماثيماتكس هنا حيكون الموضوع شويه شنو شويه شويه صعب يعني. الفيديو كنت داري اشغله انا ما عارف يا مصطفى اذا في دقيقتين اشوف الفيديو ده عشان الشباب اللي يشوفوا المساله دي بيقروها كيف. لو لاحظت ده الفيديو اللي ممكن اشرح به الترينجل ديستريبيوشن. الفيديو يعني مثلا الطريقه بتاعت الثري بوينت استيميت بالشكل ده تصل في الاخر لمعادلات. المعادله دي بتوريك انه مثلا لو كان النقاش كان في النقطه دي، انت قاعد في حته في المشروع، لو انت قيمتك قاعده بين سي وبي هنا صرت تستخدم المعادله الثانيه. اذا كانت مشكلتك هنا بي جاي تقول المعادله دي شغل ماثيماتيكلي يعني بيور ماثيماتكس. انا ما اقدر اشرح لك الماثيماتكس دي الا شوف انت براك. عشان كده الحاجه دي ما يقدر بيشتغلها يعني، عايزه شويه شنو شويه تركيز زي ما يقولوا الهنوز زياده ترتيب يا اخوانا، ترتيب برابر ولا شنو يا شيخ حسن؟ طيب يا اخواننا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بكره الساعه 8:30 اخر محاضره عندنا، وان شاء الله يعني نستفيد كلنا مع بعض. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.